chegando. Medo, 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 medo. أعزائي المشاهدين، رغم المشاكل اللي بتعيشها الناس، لكن بنشوف في عيونهم ذكريات جميلة وكلمات أحلى. تعالوا نشوف هيقولوا إيه النهاردة في حلوة يا بلدي. أستاذ رمضان، إيه أكتر مكان بتحبه في مصر؟ بلدي كلها. بلدي الألمانيا. ايه اكتر اغنية وطنية بتحبها؟ اغنية وطنية كلها مش طالعة من القلب. بس اكتر حاجة بتحبها في الشعب المصري؟ طبيعته، ان هو بيقدر ياخد حقه ان شاء الله مع الاستمرارية. كلمة تقولها لمصر. بحبك يا مصر. بحب مصر كلها. ايه الذكريات الجميلة اللي بتفتكرها؟ يعني وانا صغير ويوم الجيش كانت حلوة. بس ابويا مصري دمي مصري. ايام زمان. ايه اكتر حاجة بتحبها في الشعب المصري؟ انه طيب، الشعب طيب. اكتر اغنية وطنية بتحبها؟ اغنية شادية اللي هي يا حبيبتي يا مصر. الكلمة أخيرة تقولها لمصر. بحبك. كل البلد اللي بلدنا وبنحبها. الذكريات الجميلة بتفتكرها لمصر؟ كلها كويس. أكتر حاجة بتحبها في الشعب المصري؟ كل الناس كويس. كلنا كويسين. أكتر أغنية وطنية بتحبها؟ لا ما بديش في الموضوع ده، هويت كل الأغاني حلوة. كلمة تقولها لمصر. كل مصر كويسة والحمد لله. شرم الشيخ والغردقة وكل حتة حلوة والهرم. الذكريات الجميلة اللي تفتكرها؟ لا ان انا بقعد في قعدت في شرم اسبوع، كان متعة. ده احلى حاجة حتة في مصر هي احلى بقعة شرم الشيخ. تفتكر ذكريات الطفولة ايه اكتر حاجة؟ احنا لا بنروح في العيد بقى، ده الجناين بقى، كله بيروح الجناين وبنيجي حفلات وكل الحتة ديت. يعني ايه اكتر حاجة بتحبها في الشعب المصري؟ الطيبة. الشعب المصري غلبان وبيضحك عليه بأي حاجة، بس هو لازم يفهم بقى. خلاص احنا بعد 25 يناير كله اتغير بقى، ولازم كله يفهم ويبقى عارف الصح ايه والغلط ايه. أكتر حاجة أحبها في مصر، أي حتة في مصر عجباني. هل في حاجة بتفكري بالمكان؟ يا مصري بسمعري ولوني مصري. سيدة زينب والحسين، كلام من ده يعني، الناس بتعرف بينا وكده. في ذكريات في مكان معين؟ لا خالص. تقولي مصر. بحبك يا مصر. بحب بلدي. المكان اللي بفكرك بذكريات حلوه؟ شبرا مصر. ايه الذكريات الجميله بتفتكرها بشبرا؟ يعني اتولدت هناك وعشت هناك. اكتر حاجه بتحبها في الشعب المصري؟ طيابة. الشعب طيب، بس اللي احنا فيه ده دلوقتي مش اخلاق شعب مصر. اكتر الاغاني الوطنية اللي بتحبها؟ بحبك يا مصر. كلمة اخيرة تقولها لمصر. اقول ربنا يستر على مصر. الاهرامات. اكتر حاجة بتحبيها في الشعب المصري؟ الطيبة والكرامة. الذكريات الجميلة بتفتكريها في مصر؟ الطفولة. الأغاني الوطنية اللي بتحبيها؟ بحبك يا مصر. كلمة تقوليها لمصر؟ عزيزة يا مصر. أكتر مكان بحبه في مصر؟ أنا بحب المكان الهادي، يعني بحب العبور والشروق والحتت دي، يعني الحتت الهادية، أكتوبر والحتت دي. أجمل الذكريات اللي بتفتكرها في مصر؟ ذكريات أيام السادات. أيام رئيس السادات كانت أيام كويسة، كانت كل حاجة رخيصة ومتيسرة
كانت يعني ظروف البلد كويسة جدا. ايه اكتر حاجة بتحبها في الشعب المصري؟ هو الشعب المصري شعب طيب يعني، يعني حنين يعني، شعب اصيل. ان لو في مشكلة بتلاقي يعني كله بيقف جنب بعضه يعني، يعني كويس يعني، فينا بنحب بعضينا. لو في واحد متعور او في مشكلة بتلاقي كله بيجري عليه، يعني في حادثة في الطريق فتلاقي فيها يعني الشعب نفسه شعب يعني فيه العراق كده والأصالة. بس أكتر أغاني الوطنية بتحبها؟ حبك يا بلادي. كلمة أخيرة تقولها لمصر؟ هو ربنا يكرمنا كده برئيس كويس ونهيد الشباب ويهدينا ويصلح حالنا. مصر بحب مصر. هقول لك ايه، بس هقول لك ايه، طبعا بحب مصر. للاسف الواحد بيطلع بره يقعد 30 40 سنه بره وبرضه يحن للقرف ده. هو احنا كده، احنا كده. طب ايه الذكريات اللي بتخليك تحن لمصر؟ ذكريات، ذكريات ايه؟ هقول لك ايه، بس في مفيش والله ما يعني ما الواحد ما يفتكرش حاجه حلوه. ايه الحلو؟ كله وحش من طفولتنا واحنا بقى في عذاب. ربنا كده في القران وقد خلقنا الانسان في كبد، القران كده. طيب مصر ايه، قول لي ايه في حلو في مصر؟ قول لي ايه حلو في مصر؟ حسن مبارك ولا عدلي ولا الحكومه ولا مين ولا الجيش؟ قبل كده كان مين؟ قول لي كان مين؟ ما هو هو 30 سنه 40 سنه عبد الناصر السادات. مين؟ قول لي مين عملوا ايه؟ كل اللي عملوه حد حسن مبارك والسادات. عايزين حاجه، عايزين حاجه حلوه نقول عليها. مفيش، مفيش حاجه حلوه. كلمه تقولها لمصر، كلمه تقولها. كل سنه طيبه يا مصر. اول كل سنه طيبه يا مصر. التي في مشكله هنا الغاز، الغاز الشركه الغاز مفرقه ناس، ناس العزبه هو دخل، دخل لها غاز من غير ما يكون عايزه غاز، وهنا العمارات دي كلها يقول لك لا الصرف الصحي بايظ. طب انا مالي يا عم الحاج؟ انتوا في يوم لو كنتوا شحاتين وقلتوا احنا غلابه والحكومه غلابه ساعدونا ندخل صرف صحي. لما ندخلك الصرف الصحي على حسابنا تقول النهارده تحاسبني وتقول لي الصرف الصحي مدخل جهود ذاتيه لازم يتغير. طب مين هيغيره؟ وعلى حساب مين؟ قول لي بقى على حساب مين؟ ومين اللي هيغيره؟ ادي مصر. احبها الهدوء في مصر وهذول السر في مصر وربنا يصلح الحال. اكتر حاجه بتحبها في الشعب المصري؟ ما اقول لك احب الهدوء في مصر واحبها عمرانه واحبهاش خربانه وربنا يصلح الحال ويصلح البلد ويهدي للوحشين ويصلح الحال للكل. بس كلمه تقولها لمصر؟ ربنا يعمر مصر ويهدي الوحشين. مصر هي ام الدنيا، مصر دي هي اللي فيها الخير وهي اللي فيها القوه وهي اللي فيها الاهرامات. تحب تشوف مصر ازاي بعد كده؟ بعد كده هي اصلا مصر بعد كده وقبل كده هي واحد، يعني هي هي مصر مش هتتغير. دي بلدي. فيش ذكرى هنا؟ ذكرى هنا، انا اتولدت هنا وربيت عيالي هنا واتكرت هنا، بقالي 25 بقالي 28 سنه هنا. صورني يا حبيبي. تحب تشوف مصر ازاي بعد كده؟ احب اشوفها في نعيم وفي خير وفينا شر البلطجيه. طبعا بحبها، احنا عايشين فيها اهو بنحبها. ايه اكتر مكان بتحبيه في مصر؟ هنا شبرا، انا من شبرا اصلا وجينا هنا لسه ساكنين جديد. بس اللي احنا فيه يعني الخراب اللي احنا فيه ده صراحه ما يرضاش حد. الشباب اللي قاعده من غير شغل دي قاعده اللي مزعلنا يعني، وكلنا زعلانين. ليكي ذكريات هنا حلوه؟ جميل. زي ايه؟ ساكنين وعايشين بعيالنا نعمل ايه يعني. في اغنيه وطنيه بتحبيها لمصر؟ جميل، حلوه يا مصر. تحبي تقولي كلمه لمصر؟ بس ربنا يا رب يوفقنا كده ويسترها معانا في اللي احنا فيه ده ويعديها على خير يا رب. والله يسامحه بقى اللي عامل فينا كده. حسني مبارك طبعا الله يسامحه بقى، هنعمل ايه؟ وحبيب العدل ربنا ينشئ من حزب الله ونعم الوكيل فيهم كلهم. اكتر مكان بحبه في مصر التحرير. اشمعنى؟ يعني مكان جميل وحصل فيه الثوره وكده، يعني ده اكتر مكان انا بحبه فعلا. يا ترى ليك ذكريات في مصر؟ طبعا كل بني ادم ليه ذكريات في مصر. فين؟ في المنطقه اللي الواحد بيتولد فيه. انا مولود في شبرا في هتيم، قريب من هنا، شارع قريب من هنا. ايه اكتر مكان بتحبه؟ اكتر مكان بحبه الحي بتاعي في مصر. برضك شبرا.
ما انا قلت لك اول بردك شوف. تحب تقول كلمه اخيره لمصر؟ ايه تحب تقول كلمه اخيره لمصر؟ كلمه اخيره لمصر، ربنا يكون في عونها في الايام اللي جايه، وربنا يوفقها في اللي جاي. في اغنيه وطنيه بتحبها؟ ايه في اغنيه وطنيه بتحبها؟ لا دلوقتي ما اقدرش اذكر بجد، بس في اغاني كتير طلعت للثوره كلها كانت كويسه، وفي اللي هي القديمه لشاديه بس انا مش متذكره، او في اللي هي بتاعت محمد منير بردك اغنيه كويسه وجميله. ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش عنوانك، يهمني الانسان، وده فعلا اللي الناس كلها بتدور عليه دلوقتي، الانسان. بتشوف مصر ازاي بعد كده؟ مصر التطور اللي جاي باذن الله، الحضاره اللي جايه، الديمقراطيه، يعني مصر المستقبل. كل مصر، كل مصر. في اغنيه معينه بتحب تسمعيها مصر؟ حبيبتي يا مصر. ليكي ذكريات معينه في المنطقه هنا؟ لا احنا لسه جداد هنا، احنا كنا قاعدين في الشروق فتره وجينا قعدنا هنا. تحبي تشوفي مصر بعد كده ازاي؟ احب ان كله ياخد حقه كده، زي كله ياخد حقه، وبالذات كمان اللي هم الناس اللي هم البسطاء، يعني كده كله عمل معارضات وخدوا حقوقهم، لسه الناس اللي هم البسطاء اللي ما خدوش حقوق. بس تقولي كلمه حلوه لمصر؟ ربنا يجعلها بخير على طول. كل مصر لحق الشعبيه، لحق البلدي، الحسين والسيده، دي احيائنا، منطقنا اللي طلعنا لقيناها، هي دي مصر، القاهره الفاطميه الجماليه، خاني خليلي، وبعدين بقى بعد كده بقى المناطق الجديده زي فيصل واكتوبر والسابع والعاشر، كل المناطق الجديده الحلوه دي. طب ايه الذكريات الجميله اللي تفتكرها؟ الذكريات الجميله طبعا باب الخلق والضرب الاحمر وتحت الربع في رمضان ورجب وشعبان وفوانيس وحوي وحوي، اللي انقرضت من حياتنا، هي دي حياتنا. المسحراتي، فين المسحراتي؟ فين رمضان؟ فين ساعه الاذان بتاع الفطار كده لما بتلم كلنا حوالين الطبليه؟ وكل سنه وانتم طيبين. طبعا. ايه اكتر حاجه بتحبها في الشعب المصري؟ البلدي، الشعب البلدي الحر السريح الكريم الطيب اللي بيعمل المائده كل سنه للغلابه والفقراء ويعتف عليهم ويفتكرهم. دي الناس الطيبه المحترمه الكويسه، مش الناس اللي بتاخد الفلوس وتخرجها بره، مش الناس اللي بتاخد الفلوس وبتاخد الاراضي والثروات بتاعه البلد. احنا بلدنا غنيه، غنيه جدا. انتوا مش حاسين ببلدنا ولا ايه؟ احنا اغنياء بانفسنا وبفلوسنا بمواردنا، عندنا قناه السويس وعندنا الجمارك وعندنا كل حاجه حلوه، والخير عندنا كتير. ليه مش ما بيعومش على الشعب الغلبان ليه؟ بس ده اللي انا عايز اقوله، وعايز اقول العشوائيات، العشوائيات دي لازم ننتبه لها قوي. والناس اللي ساكنه في القبور، حرام حرام يسيبهم، هيطلعوا لنا ايه اللي في القبور دول؟ هيطلعوا لنا ايه؟ دكاتره ولا مهندسين ولا محاميين ولا ظباط؟ هيطلعوا لنا مجرمين. ونرجع نقول العشوائيات، ونرجع نقول العشوائيات. طب ما تهتموا بالعشوائيات والمدارس الابتدائي والاعدادي والمدرس، ده المدرس ده مهم قوي، لازم تحطوه نمره واحد في البلد، المدرس اللي هو اللي بيطلع لك القدوه الحسنه وبيعلم لك، لازم نخلي بالنا منهم. وكمان جماعه بتوع المواصلات اللي بيعملوا اضراب دلوقتي، معلش يصبروا، يصبروا شويه علينا ماشي، بس لازم الناس تنتبه ان في ناس بتاخد 300 جنيه في الشهر، وناس بتاخد 300,000 في الشهر ومليون، حرام حرام. ازاي ده يمشي مع ده؟ لا لازم يكون في عداله اجتماعيه، مش هيصلح بلدنا الا العداله الاجتماعيه. ده اللي انا عايز اقول. وعايز تقول ايه؟ تسال عن ايه تاني؟ كلمه اخيره تقولها لمصر. والله كلمه اخيره اقولها لمصر، ربنا يعدينا من الايام دي على خير، ونرجع نبقى احسن من الاول 1000 مره. واحنا كنا طول عمرنا حلوين، ايام عبد الناصر وايام محمد نجيب وايام السادات، السادات اللي كان بيقول ولادي على الشعب المصري، السادات محمد انور السادات رحمه الله عليه، الراجل القائد الزعيم عبد الناصر، لما جاب لنا النكسه وقال انا اتحملت المسؤوليه كلها، وانا راح اقف جنبك برضه، ما يهمكش حاجه، هنقف جنبك. عبد الناصر، وعبد الناصر كان بطل وزعيم، ومحمد نجيب كان بطل وزعيم. ليه ننسى الناس دي؟ ليه ما نفتكرهاش؟ ليه كل خير؟ لا بلدنا حلوه، حلوه جدا، وفيها كل حاجه حلوه، ولازم عليها تفاؤل ونفائل، بس تعملوا عداله اجتماعيه.
نمرة واحد ونمرة اتنين ونمرة ثلاثة، عدالة اجتماعية في كل حاجة، هتلاقي البلد بقت أحسن من أمريكا.